الجو صار بارد في كل مكان في هذا الوقت من السنة، وصحيح إنه إحنا في جدة ما عندنا هداك البرد القارس بزيادة، بس مع كده أنا أحب أدخل في مود الشتاء، أحب أعمل شوية أنواع أكل وشرب تتناسب مع هذه الفترة. ففيديو اليوم حيكون عن 3 وصفات تناسب فصل الشتاء، أنا متأكدة إنه هي ما راح تعجبكم. ترمت لاتيه أو الحليب الذهبي، واحد من المشروبات الدافية اللي أنا مرة أحبها، وأحب أعملها تحديداً بحليب الشوفان. طبعاً أنتوا تقدروا تستخدموا أي نوع حليب أنتوا تفضلوا. فأول حاجة حسخن الحليب على حرارة متوسطة وأضيف عليه المكون الأساسي في هذا المشروب اللي هو الكركم المطحون، وأحط معه شوية زنجبيل بودرة، وعشان أدي نكهة مميزة أحط عليه شوية فانيلا. هقلبه وما أخليه يغلي مرة كتير، مجرد ما يوصل لمرحلة ما قبل الغليان هأطفي الحرارة وأحليه بشوية عسل، تقدروا تحلوه بميبل سيرب لو حابين أو حتى سكر بني. هقلبه وأقدمه في الكاسات وأزينه بشوية قرفة مطحونة وورد مجفف. هذا المشروب الدافي مرة مناسب في هذا الوقت من السنة، لازم تجربوه، حيديكم دفى للجسم وكمان يرفع مناعتكم. وصفتنا الثانية اللي هي شوربة عدس بالقرع، هذه من الشربات اللي مرة قريبة من قلبي وطريقتها مرة بسيطة وما تأخذ وقت أبداً. عشان أعمل الشوربة أحتاج أنه أنا أفرم الخضار، فأول حاجة حقطعها اللي هي البصل، قطع تكون مقاسها متوسط، والقرع نفس الشيء حقطعه بس أتأكد أنه أنا خرجت البذور منه، وبعد كده حقطع الطماطم وحقشر فصوص ثوم كاملة. حسخن طنجرة على حرارة متوسطة وأضيف زيت الزيتون والبصل وأقلبه ألين ما يدبل ويصير لونه فاتح، وبعد كده أنزل عليه باقي الخضار اللي إحنا قطعناها، القرع والثوم والطماطم. هقلبهم شغلة دقيقتين إلى 3 دقائق بس عشان النكهات كلها تندمج مع بعض، وبعد كده حأضيف عليها عدس لون برتقالي، تقدر تستخدموا العدس البني بس أنا أشوف البرتقالي مناسب أكثر. هحط عليها مرقة دجاج وشوية حليب جوز هند، مرة يديها نكهة لذيذة، شوية كركم وشوية بودرة كاري، وطبعا لازم نتبلها بشوية ملح. هغطيها نص تغطية وأخليها تنطبخ على حرارة متوسطة لمدة نص ساعة. بعد ما عدت النص ساعة هتلاقوا الخضار بدأت تصير طرية معاكم، فحشيلها وأخلطها في الخلاط ألين ما يصير قوامها ناعم تماما. كده الشربة عندي صارت جاهزة، حصبها في الزبدية وحزينها بزيادة شوية من حليب جوز الهند أو كريمة جوز الهند يكون أفضل. هأحط عليها شوية كروتونز ورشة صغيرة فلفل مجروش، وبالعافية عليكم الشربة الرهيبة هذه. كل الناس صايرة تحب تشرب شاي كرك في الجو البارد، فأنا قلت خليني أغير شوية وأعمل باوند كيك بنكهة الكرك. أول شيء عشان أعمل الأساس في هذه الوصفة اللي هو شاي الكرك، فحطيت حليب في طنجرة، وبالنسبة للشاي فأنا استخدمت شاي أحمر مفروض، بس أنه أنا حطيته في الهوند وطحنته طحن مرة ناعم. أما بالنسبة للبهارات الصحيحة فأنا استخدمت كيس شاش، تقدروا تلفوها بشاش عادي ما في مشكلة. حطيت عود قرفة، حطيت هيل، قرنفل، وكمان وصلة صغيرة زنجبيل، وحطيتها في الحليب. أسخن الحليب على النار على درجة حرارة متوسطة، وأفضل لازم أحركه عشان ما يلدع من تحت. بعد كده هأقفل الحرارة وأخليه ألين ما يبرد تماماً. على بال ما يبرد الحليب هأبدأ أشتغل في الكيك. فحطيت في الخلاط، استخدمت البادل أتاتشمنت، حطيت زبدة لازم تكون طرية يعني بدرجة حرارة الغرفة، وأحط عليها سكر وأبدأ أخلطها، وهذه النقطة مرة مهمة، أخلطها على الأقل 5 إلى 6 دقائق ألين ما يصير لون الزبدة باهت. بعد كده أحتاج أجهز البيض اللي حيكون لازم بدرجة حرارة الغرفة، وقبل ما أضيفه على خليط الزبدة والسكر حأغير البادل أتاتشمنت وحستخدم الوسك عشان أقدر أدخل هواء قد ما أقدر في الكيكة. حضيف البيض بالتدريج، واحدة بيضة ونخفق، واحدة بيضة ونخفق، وهكذا. بعد كده في هذا الوقت حيكون الحليب عندي برد، هأشيل كيس البهارات اللي أنا حطيته وما حصفيه،
وحبدأ أضيفه على الخليط حق الكيك، وأحط معه شوية فانيلا وأخليه ينخلط شغلة دقيقة بس. عند دقيق خلطت معه شوية بيكنج باودر ورشة ملح صغيرة، وحنضيفه على خليط الكيك. بس نقطة مرة مهمة إنه لازم ما نخلط مرة كتير عشان لا يكسى الكيك معانا ويصير مرة تقيل. مجرد ما الدقيق يختفي حنوقف خلط، وبعد كده حنشيل الخليط اللي احنا عملناه وحنصبه في صينية. تقدر بس تدهنوها بمثلا بخاخ زبدة أو تحط ورق الخبز. حأساوي سطح وأخبز الكيكة حقتي في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 45 إلى 50 دقيقة على حسب فرنكم. طبعا الحرارة دائما تكون من تحت في هذه الحالة. كده الباوند كيك عندي صارت جاهزة، حشيله من الفرن وأخليه يبرد تماما. وعلى بال حأسوي جليز مرة بسيط عبارة عن سكر بودرة، وأنا شلت حاجة بسيطة من الأساس اللي هو الكرك وخلطته معه. إذا ما شلته فما في مشكلة، تقدر تحطه معه حليب، بس نكهة الجليز بشاي الكرك مرة ألذ لما تحطوها على الوجه وتزينوها بشوية ورد وتقدموها بالعافية. يعني الكيكة هذه ما أوصف لكم قد إيش وقعت في غرامة من كتر ما هي مرة لذيذة. إن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم وتجربوا تعملوا حاجة من الوصفات اللي وريتكم هي، وبالذات الباوند كيك بالكرك، لأنه يعني على ضمانتي الكيكة هذه مرة رائعة. طبعاً كالعادة إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار بليز اكتبوا لي هو في الكومنتس، ولا تنسوا تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل شيء جديد، وأشوفكم إن شاء الله على خير.